أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: نعلم بفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، ولكن هل ورد شيء بتخصيص آخر خطبة الجمعة بالأمر بالصلاة عليه، حيث أن هذا الأمر شائع؟ هذا الأمر هذا محدث، والأصل أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تأتي بعد الشهادتين، أولا الحمد والثناء لله عز وجل، وثانيا الشهادتان، وثالثا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، ثم يأتي موضوع الخطبة، ثم يأتي في آخرها الدعاء للمسلمين ولولاة أمور المسلمين. نعم.